طبعا إذا بدي أتكلم عن الأعراض، يعني كيف أفرق عن طريق الأعراض. طبعا أي شيء ارتفاع ضغط الدم، أي شيء فوق 130 على 80 يعتبر ارتفاع ضغط الدم. أعراضه يعني معظم الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم ما يعرفوا ولا يحسوا بشيء، لكن لو بعض الناس لو بدهم يكون في أعراض أو لو كان شديد ارتفاع ضغط الدم، ممكن يكون في صداع، زغللة في العين، إرهاق، توتر، ممكن يكون في ضيق تنفس، آلام في الصدر. الانخفاض أي شيء تحت 90 على 60. أعراضه قد طبعاً تتراوح ما بين دوخة، برضو زغللة في العين، إرهاق، آلام في العضلات، قد يوصل للإغماء. فيعني هي الأعراض يعني ما تتشابه مرة، لكن أحياناً ممكن نفرق بالأعراض ما بين الارتفاع والانخفاض. جميل. طب دكتورة، إيش اللي يعتبر الأخطر على صحة الإنسان، ارتفاع ضغط الدم ولا انخفاض ضغط الدم؟ طبعاً غالباً الارتفاع، لأنه ارتفاع ضغط الدم اللي ما يتعالج ممكن يوصل لا قدر الله لأمراض الشرايين، شرايين الدماغ والقلب والكلى. طبعاً هذا شيء مرة خطير. الانخفاض يعني عادةً ما بيكون فيه خطورة إلا إذا كان معاه أمراض ثانية وكان شديد جدا، طبعا قد يؤدي إلى يعني مشاكل صحية خطيرة، لكن عادة هو الارتفاع هو الأخطر. طيب أكيد دائما بنسأل نفسنا إذا جانا ضغط، إذا جانا ارتفاع في ضغط الدم أو انخفاض في ضغط الدم، إيش ممكن تكون الأسباب لكل منهم؟ طيب يعني شوفي، بالنسبة للارتفاع ضغط الدم قد يكون يعني يسموه برايمري وسكندري، اولي وثانوي. الارتفاع ضغط الدم الاولي اللي ما وراه يعني اسباب، في عوامل قد تخلي الانسان يجيله ضغط الدم، يعني مثلا التقدم في العمر، السمنه، اذا كان في العائله مثلا احد الوالدين او كلاهما عنده ضغط، بعض الاعراق، بعض الاجناس يكون يعني نسبه الاصابه بالارتفاع اكثر عندهم. الارتفاع الضغط الثانوي اللي هو يكون في مرض سببه، يعني مثلا بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يعني مثلا بعض حبوب منع الحمل، بعض المسكنات زي الفولترين والبروفين لو أخذت على المستوى يعني بطريقة مزمنة، يعني فترات طويلة وكميات كبيرة، لكن لما أخذ المسكنات كم يوم أو أسبوع هذه ما تعني. كورتيزون مثلا، يعني في أدوية ممكن تزود الضغط، وفي طبعا بعض أمراض الغدد اللي ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أمراض الكلى بعضها ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم. بالنسبة للانخفاض اللي ممكن يسبب انخفاض ضغط الدم، طبعا غالبا بيكون مثلا جفاف، يعني نقص السوائل في الجسم، يا يكون جفاف شديد، يا يكون مثلا نقص تغذية شديد، يا يكون أنيميا فقد دم شديد، يا يكون مثلا أخذت مدرات للبول فقد سوائل، أو حصل نزيف لا قدر الله، أو حصل أو مثلا فقد سوائل كثير وما عوضتها، أو مثلا الناس اللي يلعبوا مثلا تمرين شديد أو تمارين رياضية شديدة وما بيعوضوها بشرب الماية. فيعني هذا طبعا في أمراض تانية، أمراض غدد برضو ممكن تسبب انخفاض ضغط الدم. جميل. طب دكتورة، هل التاريخ العائلي بالإصابة ممكن يلعب دور؟ يعني هل يعتبر وراثي سواء ضغط ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم؟ طبعا الارتفاع طبعا اكيد، زي ما قلت لك، خصوصا لو اذا الاب او الام عندهم ضغط دم هذا يزود فرصه الاصابه، خصوصا لو الاثنين عندهم ضغط يصير فرصه الاصابه بالارتفاع اكبر. الانخفاض عاده ما بيكون وراثي، يعني بعض الامراض يعني الوراثيه، لكن عاده ما بيكون وراثي الانخفاض. طب دكتورة، كثير بنسمع عن أطفال يعني أو مراهقين ما بين العمر ال 13 وال 16، يعني أقل من ال 18، ممكن بيعانوا من الضغط أو مصابين بالضغط، هل هذا شيء طبيعي؟ للأسف المفروض ما يكون طبيعي. للأسف الآن الحياة، طريقة الحياة اللي إحنا عايشين بها، يعني مثلا ارتفاع نسبة السمنة عند الأطفال كثير، صار السمنة تلاقيها في المدارس في كل مكان، الأطفال من صغره هو سمين للأسف، ما حيوصل على مراهقة إلا خلاص جاب ضغط. النوع الغذاء طبعا اللي بياكله اللي هو السمنة، يعني بعض الأطفال اللي بعض الأجناس يكون الأطفال عندهم يجيهم ضغط أكثر، ممكن مثلا إذا عنده وراثة، يعني مثلا إذا أحد الأبوين أو كلاهما الاثنين عندهم ضغط برضو تزود فرصة إنه يصاب بالضغط.
فأيوة للأسف صرنا بنشوف الأشياء دي، لكن معظمها بتدور حوالين السمنة وطريقة التغذية وطريقة الحياة اللي احنا عايشينها، وما في حركة. يعني طبعا هذه كلها بتسبب للأسف، وصرنا طبعا بنشوف للأسف أعداد كبيرة. طب دكتورة، كيف ممكن أعرف إذا مثلا الدوخة أو الغثيان أو أحد أعراض انخفاض ضغط الدم ما تكون بسبب مثلا ضعف النظر، خليني أقول، أو هل مثلا كيف ممكن نفرق بين أنواع الصداع والدوخة، وكيف ممكن أعرف إذا فعلا هذه بسبب انخفاض ضغط الدم؟ انت يمكن قصدك تقولي كيف اعرف انه اذا الدوخه دي بسبب انخفاض ضغط دم او لا؟ صحيح. يعني اذا مثلا كان فيه شيء وراها حصل قبلها، يعني مثلا زي ما قلت لك عملت تمرين شديد بعد كده حسيت بدوخه، او مثلا صايمه فترات طويله وتعرضت لحراره شديده وجاتني دوخه، يعني في اشياء تؤشر الى، لكن الطريقة الوحيدة طبعا اللي ممكن نتأكد ان احنا نقيس الضغط. طب هل بالفعل انه المرأة اكثر عرضة لمشاكل انخفاض ضغط الدم اكثر من الرجل؟ ايوه، في طبعا دراسات دحين بتبين انه النساء اكثر عرضة للانخفاض، بس ليش ما هم متأكدين، لكن في نظريات تقول انه اختلاف تركيب الجهاز العصبي. مثلا النساء عندهم الجهاز العصبي الباراسمبثاوي يكون نشيط اكثر، او مثلا لها علاقه بالهرمونات، وفي نظريات، لكن ايوه النساء اكثر عرضه للانخفاض. وفي بعض السيدات الطبيعي حقهم منخفض، يعني تلاقي ضغطها 90 على 60 وماشي طبيعي، لا هي دايخه ولا في حاجه، فايوه بنلاقي فرق. طب دكتورة، من المعلومات الشائعة أن الملح له علاقة يعني كبيرة بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، فهل صحيح أن الملح أو الحمية الغذائية اللي تحتوي على الأملاح الكثيرة ممكن تسبب ارتفاع في ضغط الدم؟ أيوة طبعا، يعني من ضمن ارتفاع ضغط الدم الوجبات الصوديوم أو الملح عالي فيها، ومن ضمن الطرق اللي احنا نعالج بيها ارتفاع ضغط الدم إن احنا ناخذ وجبات قليلة الملح. فأيوة طبعا صحيح، إلى جانب أشياء أخرى في الغذاء، بس أيوة الملح طبعا له علاقة. طيب دكتورة، أكيد يعني إحنا لازم نكون على دراية بإيش التصرف الصحيح اللي بنتصرفه لما شخص حوالينا بيصير له ارتفاع في ضغط الدم أو انخفاض. كثير بنسمع إنه الأفضل إنه يتمدد، يرفع رجله لفوق، إيش الطريقة الصحيحة؟ بالنسبة للارتفاع، إذا مريض أنا، إذا إنسان أنا عارف إنه عنده ارتفاع ضغط وتعب، قست له الضغط لقيته عالي، أو شيء هتأكد إنه أخذ الدواء حقه ولا لا. بداية يمكن ما يمكن سيب الجرعة، يمكن نط جرعة، هذه حاجة. الحاجة الثانية، في بعض المشروبات اللي يعني طالما أنا في البيت يعني ماني في المستشفى، في بعض المشروبات اللي تنزل الضغط، يعني مثلا زي يعني مشروبات اللي هي تهدي الأعصاب، هذه حاجة. الحاجة الثالثة وهي الأهم، لازم أتأكد إنه ما في شيء ثاني غير مثلا حكاية الدوخة، شوية دوخة ولا ارتفاع ضغط الدم، يعني أتأكد إنه ما حصل شيء من مضاعفات الارتفاع، يعني ما حصل شيء مثلا يؤشر إلى لا قدر الله جلطة في الدماغ، ما حصل فيه تنميل في اليد، ما في آلام في الصدر، ما في ضيق تنفس، ما في شيء مريب. إذا مجرد بس صداع خفيف ومع الهدوء والراحة ومشروبات تهدي وأخذ الجرعة اللي سيبها ونزل الضغط كان بها، ما نزل لازم نروح المستشفى طبعا. بالنسبة للانخفاض، إذا أنا أعرف إن المريض هذا ما عنده أمراض ثانية، يعني مثلا ما هو مريض غدد، ما هو مريض بياخذ أدوية تساعد يعني تعالج الانخفاض، مجرد بس كده أنا وقفت شوية ودخت وضغطي انخفض، أيوه نتمدد، أرفع رجولي على فوق، أشرب موية سوائل بكميات كبيرة، اكل حاجه مالحه زيتون ولا مخلل ولا حاجه، بس السوائل طبعا اهم شيء، وارفع رجولي.